طيب لو شكلي في المستقبل، أفكاري في المستقبل ما عجبتنيش، يعني أروح لمين؟ على فكره هو ده مغزى هذه التكنولوجيا، وانا شايف دلوقتي النموذج قدامي اهو اللي نشرته الجارديان نقلا عن معهد ام اي تي في التكنولوجيا في الولايات المتحده. هو ايه دي المغزى بتاعه، ان هو بيعمل ايه، هو بياخد شكلك وبعد كده بيحط عليه الفلترز اللي موجوده في كل الدنيا، الفلتر اللي ممكن يصغرك او يكبرك، ده موجود في كل وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي، دي الحاجه الاولى. وبعد كده بياخد افكارك، انت بتغذيه بالافكار، بتقول له انا بشتغل كذا وبفكر بكذا وبلعب رياضه كذا، وبالتالي انت بتوصف له شخصيتك وبتوصف له خططك وبتقول له انت بتعمل ايه، بياخد كل هذه المعلومات ويعمل بقى النسخه المستقبليه بتاعتك. فلما تقول له ان انا بلعب رياضه مثلا بقالي 20 سنه، فخلاص هو عارف ان انت بعد 5 سنين كمان هتفضل تلعب رياضه وهيكون مثلا جسمك رياضي او هتكون صحتك حلوه. لو قلت له ان انا بدخن بقالي 20 سنه، فهي كده هو عارف ان بعد 10 سنين انت ممكن تكون لسه بتدخن، او حتى لو اقلعت عن التدخين فده هيؤثر على صحتك. من هنا بقى بتيجي النظرة المستقبلية أو الصورة المستقبلية، ومن هنا بيجي بقى الإنذار. هو الهدف من هذه التكنولوجيا إنه يدي لك إنذار، يقول لك الطريق اللي أنت ماشي عليه ده هيوصلك إلى كذا أو كذا. يعني هي بتمثل لنقل مثلا مرحلة مراجعة متقدمة، يعني قبل أن تتأخر بك الحالة، قبل أن يتأخر بك الوقت والعمر، يمكنك أن تتدارك بعض الأشياء سواء على الناحية الصحية أو أشياء أخرى ربما فكرية في مرحلة ما، يمكنك إعادة النظر وإعادة التفكير، أليس كذلك؟ ايوه بالظبط كده. الناس متخيله ان ده آلة الزمن اللي احنا هنركبها وتودينا المستقبل ويوريني ايه اللي بيحصل في الدنيا بعد 50 سنه. ده مش حقيقي، لان اولا ما حدش ضامن ان هو يعيش بعد 5 ثواني، مش 50 سنه. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مش بيتنبأ بالمستقبل، هو بيبني بقى شخصيتك بناء على المعلومات اللي انت بتديها له. يعني والنموذج ده منتشر جدا. كأنك ترسم رسمه، يعني كأنك ترسم لوحه تبدأها من الصفر وتشكلها بالشكل الذي تريده تقريبا. أنت تعطي البيانات والمعلومات لهذه الأداة، ثم هي تصمم لك شكلا أو نموذجا منك أنت في المستقبل بناء على ما أدخلته من المعلومات. بالظبط بالظبط هو ده. والنموذج ده منتشر يعني كتير جدا، اي مكان دلوقتي بتروحوا معارض التكنولوجيا ومؤتمرات التكنولوجيا النموذج ده منتشر كتير جدا. ليه؟ مثلا لو انت دخلت متحف مثلا، بدل ما احنا مضطرين نشغل يعني 5 تور جايد او مرشدين سياحيين في هذا المتحف، احنا ممكن نعمل افاتار واحد او نسخه واحده من المرشد السياحي، نديله المعلومات كلها وبعد كده الناس تبدا تسال هذا الافاتار الاسئله اللي هم كانوا يسالوها للمرشد السياحي، وهو تم برمجته على تقديم هذه المعلومات. الحاجة الوحيدة بس اللي غريبة على الناس شوية إن هم بيقدروا يعملوا صورة من هذا الشخص زائد صوت هذا الشخص، ودي على فكرة مش تطور تكنولوجي كبير، هي دلوقتي متاحة، أي حد دلوقتي يقدر يدخل على مواقع معينة يشتري هذا السوليوشن، وعلى فكرة ثمنه مش كبير، يقدر يعمل من نفسه نسخة بالصوت والصورة والفيديو. نعم، الصحفي المتخصص بالمنصات الرقمية الأستاذ أحمد الشيخ، شكرا جزيلا لك ومساءك سعيد.